منال بتلاقي نفسها موجودة في أوضة غريبة ومخيفة، وما فيش أي حاجة موجودة في الأوضة دي غير ساعة رقمية ولوحة كبيرة مكتوب عليها رقم 9. والغريب بقى، منال بتكون فاقدة الذاكرة كمان، ومش فاكرة أي حاجة عن نفسها أو عن هويتها، وكمان مش فاكرة هي إزاي وصلت للمكان ده وإيه اللي حصل لها بالظبط. فبتقرر منال تخرج من الأوضة وتحاول تشوف أي حد يساعدها ويشرح لها اللي بيحصل، لكن بتلاقي باب الأوضة مقفول من بره وما فيش أي وسيلة لفتحه. فبتفضل تخبط على الباب وتنادي على أمل إن حد يصنعها ويفتح لها، لكن مفيش أي حد بيستجيب ليها، وكل اللي بتعمله ده ما بيكونش ليه أي فايدة. وفي اللحظة دي بتحس نيل إن هي مخطوفة ومحبوسة في مكان بقى، وبتبدأ تحس بالخوف والقلق، وبتخاف أكتر لما بتلاقي الساعة الرقمية اللي في الأوضة اشتغلت، وبدأت الساعة بيه تعد الوقت وتحسبه. فبتحاول مين تدور في الأوضة على أي حاجة تساعدها وتخرجها من مكان، وبتلاقي حبل لونه أحمر في الأوضة فبتقرب منه، وبتفضل تدور حواليه لحد ما بتلاقي تليفون موجود تحت الحبل ده. فبتفرح جدا وبتاخد التليفون وبتروح على طول تتصل بالمتبع علشان يجوا ينقذوها، لكن مها بتتفاجئ ان مفيش اي خط في التليفون، وبالتالي طبعا مش هتقدر تعمل اي مكالمات منه، ويعتبر التليفون كده ملوش اي لازمه. فبتتضايق ان لو بتفقد الامل في موضوع التليفون ده، وبتروح تشوف اي محرك تاني في الاوضه او حتى اي حاله تساعدها وتفهمها حتى ايه اللي بيحصل. وبالصدفه بتشوف دم واقع على الارض في الاوضه، فبتخاف وبتتوتر وبتكون مش عارفه تعمل ايه في المصيبه اللي هي واقعه فيها دي. وفجاه وهي واقفه في الاوضه بيتغير لون اللمبه والاضاءه اللي في الاوضه، وبتتحول للون الاخضر. فبتتخض نايم من التغيير المفاجئ ده، وبتقعد على الارض وهي منعوبه، لكن ما بيعديش وقت طويل وبترجع الاضاءه تاني لونها الطبيعي. فبتفضل ليه تهدي نفسها وبتروح تمسك التليفون اللي لقيته في الاوضه، وبتبدا تدور في التليفون ده على اي حاجه تشرح لها اللي بيحصل، لكن ما بتلاقيش اي حاجه في التليفون غير صور لمناظر طبيعيه زي البحار والمحيطات. وبتلاقي صوره كمان فيها واحده ست، لكن ما بتقدرش تعرف مين الست دي. ورغم كده بتفضل تتكلم مع الست اللي في الصوره علشان ما تحسش ان هي رشدة وتتوتر وتخاف، ولكن بالصدفه بتلاحظ نيل ان في رقم 9 على التيشيرت اللي هي لابساه. فبتبدا تفكر وتحتار اكتر، والموضوع بيزيد غموض بالنسبه لها، لحد ما بتشوف نيل فاتحه في سقف الاوضه وبتطل على السماء، والفتحه دي بتكون مصنوعه من ازاز وليها مقبض تتفتح منه. فبتحاول نيل تنط وتمسك المقبض ده علشان تقدر تفتح الفتحه دي وتخرج منها، لكنها ما بتقدرش تطول المقبض. فبتقلع ميل الجزمه اللي فربيها وبتفضل ترميها على المقبض، وبترميها على الفتحه على امل ان اي حد يفتح لها، لكن برضه ما لهاش فايده. فبتتعصب نيل وبتفقد الامل وبتمسك التليفون تاني وبتحذفه في الحيطه جامد جدا، وبتتهيألي ان اللي من التليفون عمل كسر صغير في الحيطه. فبتروح نيل بسرعه تكسر حوالين الفتحه دي وبتبدا توسع الفتحه، لكن بعدها بتكتشف نيل ان في حيطه ورا بدرجة اصلا. فبتزعل وبتتضايق وبتفقد الامل مره تانيه. وفي اللحظه دي بيوصل العداد في الساعه الرقميه 15 دقيقه، وهنا بيبدا درس انذاره وبينتف النور اللي في الاوضه. فبتترعب نيل وبتروح تقعد جنب الاوضه وهي مرعوبه وخايفه من الضلمه، وبتفضل نيل تسمع اصوات غريبه برا الاوضه، وده طبعا بيخليها تخاف اكتر. فبتغمض عينيها وبتفضل تغني بصوت عالي علشان تهدي نفسها، ولما بيرجع النور للاوضه مره تانيه بتلاحظ نيل ان القفل اللي على باب الاوضه اتفتح. فبتروح نيل تفتح الباب، لكن بتلاقي جدار تاني قدام الباب. فبتتضايق من مره تانيه وبتحاول تفكر هتخرج من المكان وتريد ده ازاي. وفجاه وهي واقفه بتلاقي عباد الساعه اتغير وبقى 45 دقيقه وبدا العبد التمازلي. وطبعا ميل هنا بتخاف جدا، لانها ما بتكونش عارفه ايه اللي هيحصل بعد 45 دقيقه دول ما يخلصوا، ولا حتى ايه مطلوب منها تعمله في خلال ال 45 دقيقه دول. فبتتعصب نيل وبتفضل تشتم في الساعه بطريقه مريبه، وبيكون واضح ان هي بدات تفقد السيطره على نفسها، لحد ما بتسمع صوت شخص بيكرر الشكيمه اللي كانت بتقولها. وصوت الشخص ده بيكون دايما فتحه تهويه موجوده في الجدار، فبتقرب منه فتحه التهويه وبتحاول تتكلم مع الشخص ده وتفهم منه اللي بيحصل، لكن بتلاحظ ان الشخص بيعيد الكلام وراه بس، وبيتكلم بطريقه غريبه كانه هو مبرمج. فبتحاول نيل تتواصل معاه بشكل احسن، وبتحاول تتعرف عليه وبتقول له اسمها. وساعتها الشخص ده بيرد عليها وبيقول لها ان هو اسمه ترافيس، وبيقول لها ترافيس ده ان هو كمان محبوس في اوضه وما يعرفش يوصل للمكان ده ازاي، وبرده مش فاكر اي حاجه. وبعدها بيبدا ترافيس يسالها عن الاوضه اللي هي فيها، فبتقول له نيل على مواصفات الاوضه، وبتعرفه ان في ساعه رقميه في الاوضه ولوحه كبيره عليها رقم 9. فبيقول لها ان الرقم اللي عنده هو رقم 6، وبيطلب منها تقول له لو في اي فكره تانيه عندها في الاوضه. فبتقول له ان في حبل في الاوضه وفي فتحه في السقف، لكن الفتحه بيه عاليه عليها وما تقدرش توصل لها. فبينصحها ترافيس ان هي تستخدم الحبل اللي معاها عشان توصل للمقبض اللي في الفتحه. فبتعجب ميل بالفكره وتستغرب هي ازاي ما فكرتش فيها قبل كده، وبتقرر ان هي تنفذ الفكره دي. وفي الوقت ده بنلاحظ ان في شخص بيراقب ميل عن طريق كاميرا موجوده في الاوضه، وبيكون واضح ان الشخص ده مستمتع على الاخر باللي هو بيشوفه. وبنرجع لنيل في الاوضه واللي بتكون خدت الحبل وبدات تحاول توصل للمقبض، وبالفعل بتقدر تخنق
الحبل يثبت في المعضد وتقرر تتسلق علشان تقدر توصل للانفتحة وتخرج، وبتتسلق الحبل فهمنا انه بتقرب من الانفتحة وبتكون قربت تخرج من الأوضة خلاص. ولكن فجأة المقبض بيتكسر وبتقع نيل على الأرض وبيغمى عليها من قوة الوقعة، وبتفوق نيل على صوت ترافيس وهو عمال يمابع عليها وبيكون خايف عليها جدا وعاوز يطمن عليها ويشوف عملت ايه. وأول ما بتفوق نيل بتشوف رؤية سريعة عن ماضيها، لكن رؤية دي بتكون سريعة جدا وكمان الرؤية ما بتكونش واضحة قوي، فمش بتهتم نيل بيها، ولكن بتتفاجئ نيل ان كتفها اتسلع من الواقع وبتكون حاسة بوجع شديد في كتفها، وبتقول لترافيس على اللي حصل. فبيمسحها تقوم تثبت نفسها في قوسيتها وتردع كتفها مكانه، لان لو فضل كتفها مفلوع بالشكل ده الوجع هيفضل يزيد لدرجة ان هي مش هتقدر تستحمل الوجع. وفي البداية بتكون نيل رافضة الفكرة دي ومش عايزة فصل في كلام ترافيس، لان هو اللي مسحها تستخدم الحبل وتعمل كده وكانت النتيجة خلع كتفها. لكن بعد ما بتلاقي الألم بيزيد بتقرر تغلط على نفسها وتحاول ترجع كتفها مكانه، فبتقوم نيل وبتثبت نفسها على الفيطة وبترجع كتفها مكانه بسرعة. وطبعا بتحس بألم شديد في الأول، لكن بعد ما الألم بيبقى يجي بشكل تدريجي وبتقعد بعدها نيل ترتاح شوية وبتحاول تبقى وقتها في الكلام مع ترافيس، وبيقول لها ترافيس ما تستسلمش لأن في طرق كتير علشان تقدر تخرج من الأوضة دي لسطح السقف. فبتستغرب نيل وبتشك إن هو الشخص اللي خطفها أصلا وممكن يكون هو اللي حبسها في الأوضة دي، فبتواجهه بمنتهى الصراحة وبتسأله لو هو اللي عمل كده. لكن ترافيس بيقول لها إن هو ما عمل لهاش حاجة وإن في شخص تاني هو اللي حبسهم هنا. وأثناء ما هما بيتكلموا بتحس ديل بألم في دماغها وبتشوف رؤية تانية سريعة، لكن الرؤية دي بتكون أوضح شوية وبيبان إن في شخص بيحاول يسيطر عليها بالقوة، وهي بتحاول تدافع عن نفسها. وأثناء ما هي بتدافع عن نفسها بتجرحه في إيده، ولما بتخلص الرؤية دي بتحاول إنها تستعيد ذكرياتها بالتفصيل وتفتكر إيه اللي حصل بالظبط، لكن مش بتقدر. وبتفضل إنها تتكلم مع ترافيس بخصوص وجودهم في المكان ده، فبيقول ترافيس إن هو يستحق يكون في المكان ده لأن هو كان شخص شرير وحزل أقرب الناس ليه. فبتقوله إن هي مش فاكرة أي حد عن ماضيها علشان تقوله إذا كانت تستحق تتواجد في المكان ده ولا لا، لكن في العموم مفيش حد يستاهل يكون في مكان ده مهما كان اللي عمله. وفجأة هما عمالين يتكلموا ويدردشوا بيدخل شخص اللوبة عند ترافيس، وبتسمع نيل صوت ترافيس وهو عمال يتألم وبيبان إن في حد بيضربه وبيعتدي عليه. فبتخاف نيل وبتفضل تهدي نفسها لحد ما تعذيب ترافيس يخلص، وفعلا بعد شوية التعذيب بيخلص وصوت ترافيس بيقف، وساعتها بتروح نيل تتكلم مع ترافيس وتطمن عليه وبتسأله عن مواصفات الشخص اللي كان بيضربه وبيعذبه. فبيرد عليها ترافيس رد غريب وبيقول لها ان هو ما كانش بيعذبه لكن كان بيساعده وبيصلحه، لكن نيل ما بتركز في كلامه وبتفتكر ان هو بيخرف من تأثير الضرب. وبتفضل نيل تهديه وتطمنه وبتقوله انهم هيخرجوا من المكان ده في اقرب وقت ممكن، وبيكون ترافيس عايز يروح في النوم لكن نيل بتحذره وبتطلب منه يفضل صاحي وما ينامش مهما حصل، وبتقوله ان هي هتحط خطة وهتلاقي طريقة للهروب وهتخرجهم من المكان. وبتقوم نيل تبور تاني على اي حاجة تساعدهم في الخروج من المكان بقى، وبتلاحظ نيل ان في سلك طالع من الفيطة لكن ما بتكونش عارفة تعمل ايه بالسلك ده، فبتسيبه وتقعد تتكلم شوية مع ترافيس. واسماء ما هي بتتكلم معاه بتلاحظ ان في حاجة غريبة في كتفها وكأن في حبل زرع شيء في جلدها، فبتستغرب نيل لان هي ما بتكونش حاسة بأي ألم في المكان ده، وبتسأل ترافيس لو هو شاف حاجة غريبة في جسمه زي الشيء اللي في كتفها. فبيقول لها ان في حاجة غريبة فعلا مزروعة في جسمه لكن في رجليه مش في كتفه، فبيستنتجوا هما الاتنين ان الشخص اللي حطوه في المكان ده هو اللي زرع فيهم الشيء الغريب ده. واسمع ما هما بيتكلموا بتيجي فكرة حيوة نيل، واللي هي انها تستلبم المقبض اللي كسرته ففعلا مسامير فتحت التهوية، فبتروح تجيب المقبض وبتبدأ تفك المسامير، وبعد شوية وقت بتقدر تطلع فتحة التهوية وبتطلب من ترافيس يفك فتحة التهوية اللي في الأوضة علشان يحاولوا يشوفوا حل سوا. وهو كمان بيبدأ يفك فتحة التهوية لكن بيقول لها انه هياخد وقت لان ابنه وجعان من اثر الضرب ومش مركز، فبتسيبه نيل ياخد وقته وما بتقدرش تضغط عليه رغم ان بيكون فاضل 10 دقايق بس على الضرب بتاعها، وهي ما بتكونش عارفه خالص ايه اللي هيحصل بعد العشر دقايق دول، لكن طبعا قلقانه وخايفه. فبتقوم بعد كده تشوف السيسك اللي طالع من الحيطه ايه على ما ترافيس يفك فتحة التهوية، وبتفضل تشد في السيسك ده لغايه ما بتشوف نهايته، وبتكاجئ ان في نهايه السيسك ده كاميرا صغيره مخفيه في الاوضه. فبتسهم هنا نيل ان الشخص اللي خطفهم هو اللي زرع الكاميرا دي علشان يراقبهم من غير ما ياخد بالهم، فبتتعصب نيل وبتكسر الكاميرا وساعتها بيتقطع الاتصال، وبترجع نيل تتكلم مع ترافيس وبتلاقيه لسه ما قدرش يفك فتحة التهوية، فبتقرر تدخل من فتحة التهوية بتاعتها وتحاول توصل له وتساعده. ورغم ان
الفتحة بتكون ضيقة جدا، لكن هي بتضغط على نفسها وبتدخل الفتحة، وأثناء ما هي في طريقها لأوضة ترافيس بتلاقي ضوء أخضر في نص الطريق، وبمجرد ما بتعدي الضوء ده بيمتلك جرس إنذار بصوت عالي، والصوت ده بيسبب ألم شديد لماي، فبتضطر نيل ترجع للأوضة بسرعة وبتكتم ودنها عشان الصوت المزعج اللي بيسبب لها الألم. وأثناء ما هي بتتألم بتشوف رؤية مش مفهومة للمرة التانية، وفي الرؤية دي بتكون إيديها مليانة دم بشكل غريب ومخيف، وطبعا ماي ما بتفهمش حاجة من الرؤية وبتقرر ترجع تكمل اللي بتعمله، لكن بتلاقي نفسها بجرحت وكتفها وهي بتخرج من فتحة التهوية، والجرح ده في نفس المكان اللي هي حاسة إن في حاجة غريبة في جلدها، فبتدوس نيل على نفسها وبتفتح الجرح ده علشان تشوف إيه اللي في جلدها، وبتلاقي شريحة اللي بترميها متطورة، وما بتفهمش نيل الشريحة دي كانت بتعمل إيه في جلدها، ولا إيه اللي حطها ولا إيه وظيفتها، وبيقطع تفكيرها ده ترافيس، وبيقول لها ترافيس إن هو استسلم خلاص ومش قادر يفتح فتحة التهوية اللي عنده، فبتبص نيل على العداد وبتلاقي فاضل دقيقة واحدة بس، فبتطلب من ترافيس يسيمه موضوع المسامير ويطلع فتحة التهوية بالقوة، فبيفوت ترافيس ينفذ كلامها وبالفعل بيقدر يطلع فتحة التهوية، لكن في اللحظة دي العداد بيصفر وبينتهي الوقت، ولما الوقت بينتهي بيظهر جدار حديدي بين ميل وبين ترافيس وبينهم يتواصلوا مع بعض تاني، وبتظهر فتحة في الجدار الحديدي ده، والفتحة دي بيكون جواها مسدس، فبتاخد نيل المسدس وبتفضل تفكر ازاي تستفاد بيه، وبعد التفكير بتجيلها فكرة كويسة وبتروح تضرب مرة على الفتحة اللي في السقف واللي هي عبارة عن ازاز، وساعتها الازاز ده بيتكسر، فبتروح نيل تجيب الحبل وبتحدفه بره فتحة السقف وبتعلقه بحاجة بره، وبتبدأ تتسلق الحملة في حبل مأخيرا بتخرج من الغرفة الملونة دي، لكنها بتتفاجئ ان الفتحة دي مش بتقرب لها من المكان زي ما هي فاكرة، وبتلاقي نفسها موجودة في مكان مغلق وكأن في شاشة كبيرة، والشاشة دي بتعرض لها السما اللي هي شايفاها من الفتحة، وبتتفاجئ نيل ان الشاشة اللي فوق أوضة ترافيس مكتوب عليها النهاية، فبتروح نيل تشوف أوضة ترافيس من فوق علشان تفهم ايه اللي حصل له، وبتعرف نيل ان ترافيس استلم مسدس زيها، لكن هو بدل ما يفكر ازاي يستخدمه ويخرج نفسه من المكان ده قتل بيه نفسه، وساعتها بتنصدم ميل وما بتكونش مصدقه اللي بيحصل لها، لحد ما بتلاقي شخص داخل المكان المغلق اللي هي فيه، فبتروح نيل تستخبى بسرعه، ولما تتاكد ان الشخص ده مش شايفها بتهرب بسرعه من الباب اللي هو داخل منه، واثناء ما هي بتهرب بتتفاجئ ان هي موجوده في شركه، وبتشوف صوره الست اللي كانت موجوده على التليفون متعلقه في الشركه، وبيكون مكتوب ان الست دي تبقى مؤسسه الشركه، وبتكون نيل مش فاهمه حد طبعا، لحد ما الشخص اللي هي حاولت تهرب منه وبيظهر وراها، والشخص ده بيكون اسمه ادجار، ونيل اول ما تشوف ادجار وبتبدأ تفتكر اللي حصل لها، وبتفتكر ان ادجار ده هو اللي خطفها وحبسها في الاوضه دي، فبتحاول تهرب منه لكن هو بيضغط على جهاز معاه، والغريب ان الجهاز ده بيشيل حركتها تماما وبيخليها مش قادره تتحرك من مكانها ولا تتحكم في جسمها، وبعدها بيدوس ادجار على زرار تاني في الجهاز وبيخليها تفقد وعيها، ولما بتفوق بيبدأ ادجار يشرح لها كل حاجه، وهنا بتكون المفاجأة، وبنعرف ان ادجار ده يبقى المدير التنفيذي لشركه روبوتات مشهوره في بلد، والشركه دي مهمتها تصنيع روبوتات بيشتغلوا بالذكاء الاصطناعي علشان الروبوتات دول يخدموا البشر، والشركه دي بتخلي شكل الروبوتات زي البشر بالظبط وقادرين يحسوا بالمشاعر زي الخوف والقلق والتوتر وكل المشاعر البشريه تقريبا، والروبوتات دي بتركب فيهم شرائح الكترونيه تتحكم فيهم وفي اعصابهم، وحتى لو الشرائح دي اتشالت بيقدروا يتحكموا في الروبوتات دي برضه، وبنفهم ان نيل وترافيس روبوتات في الشركه، ونيل هو الروبوت رقم 9 وترافيس هو الروبوت رقم 6، وان المدير ادجار هو اللي حطهم في الاوضه دي علشان يفكبرهم وعلشان يفكبر مشاعرهم وذكائهم ويعرف هل هم هيقدروا يخرجوا من الاوضه دي ولا لا، وهل هيتعاونوا مع بعض ولا هيكونوا انانيين، وطبعا ترافيس بيكون فاشل في الاختبار بتاعه لان هو في الاخر انبحر وقتل نفسه، ونيل قدرت تنجح في الاختبار، لكن لما بتكتشف نيل كل ده وتعرف ان هم كانوا بيخدعوها وبيتلاعبوا بيها وبمشاعرها بتنصدم صدمه كبيره، ومن قوه الصدمه دي بيحصل خلل في نظامها وبيخليها تتعطل، وعلشان كده قدر بيأمر الموظفين يحطوا نيل تحت الاختبار تاني علشان يصلحوها ويبداوا يبيعوها في الاسواق، وطبعا ترافيس بيكون هيتحط تحت الاختبار هو كمان مع نيل، وهيفضلوا هما الاثنين في الدايره دي لحد ما ينجحوا في الاختبار ويكونوا روبوتات مبرمده ومطيعه وينفعوا البشر، وبيفعل تتحط نيل في الاوضه الملعونه دي مره تانيه، وبيكون معها ترافيس علشان يبداوا في رحله العذاب والالم دي مره تانيه. وبنوصل لنهايه الفيلم. سلام.